أنا أحمد غزال من مصر. أنا عملت فيلم بيقولوا They Say، فيلم خد مركز ثالث في تراب فاست أريبيا 2011. أنا عرفت إزاي الأول عن تراب فاست أريبيا؟ أنا كنت لسه راجع من السفر، كنت بره يعني بقالي فترة، وكنت لسه راجع وعرفت من فيسبوك من خلال عمرو سلامة إن هما في ورشوب هتتعمل في اسكندرية، فروحت احضر على اسماء عادي هشوف حاجه يعني ندوه او حاجه لعمرو سلامه. اكتشفت ان في حاجه اسمها تراب فاست اريبيا، ما كنتش اسمع خالص عن حاجه اسمها تراب فاست اريبيا. بيقولوا ان ده مهرجان للافلام القصيره للناس اللي ما عندهمش امكانيات كفايه ان هم يقدروا يعملوا فيلم. لو حد عايز يعمل يعني فيلم ويقدمه، مهرجان بالشروط بقى كلها، اكتر حاجه تبقى 7 دقائق وكل الريكويرمنتس دي. عملت الفيلم اللي هو بيقولوا ده ما كلفش ولا جنيه، ما كلفتوش ولا جنيه خالص. كاميرا الناس كلها كانوا متطوعين، ناس اللي ورا كاميرا واللي قدام الكاميرا كانوا حابين الموضوع، كانوا عايزين يعملوا حاجه. ف يعني الفيلم تقريبا ما كلفش ولا اي حاجه، ما فيهوش امكانيات، مش مع ان الفيلم كله قصته ليل، بس مع ذلك احنا مثلا مش مستخدمين اي نوع من انواع الاضاءه، صورين بكاميرا 5 دي اوريدي موجوده، حد عنده اديتنج، حد عنده كده، يعني قدرنا نوفق الموضوع بحيث ان احنا ما نكلفوش اي حاجه خالص. ومع ذلك الحمد لله الفيلم يعني عجب الناس كتير لما شافوه، لان هم برضو في تراب فاست ليبيا بيبصوا على الفكره اكتر من هم بيبصوا على اي حاجه ثانيه. طبعا حصلت موقف تصوير كتير، زي ان مثلا واحنا بنصور المفروض ان في حد بيكتب اشاعه، بيكتب يعني مش هو عارف، هو مش عارف ان هي اشاعه، بس هو بيكتب حاجه زي ستيتس عنده على الفيسبوك، بس هو المره دي كان تويتر، كان حد بيكتب تويت. فاحنا بنصور، فالممثله قلت لها دوسي فعلا تويت، فدست تويت وانا كنت بصور على الاكونت بتاعي وسجلنا وهي بتعمل التويت ده وبس. مجرد ما خلصنا تصوير عملنا كات ودخلت مسحت التويت وخلاص، يعني على اساس كده خلاص. بعديها لما روحت بالليل اكتشفت ان في كومنتس عماله تجيلي على الفيسبوك، فاكتشفت ان انا كنت عامل لينك للفيسبوك اكاونت بالتويتر اكاونت وانا ما كنتش واخد بالي خالص. انا مسحتها من على تويتر بس ما مسحتهاش على الفيسبوك. وطبعا كانت الجمله ان في ناس بتضرب نار كذا كذا كذا، كانت حاجه خطر جدا. فالناس ابتدت تصدق فعلا الاشاعه دي في الحقيقه، والناس ابتدوا يبعتوا لي كومنتس على الفيسبوك ان ايه ده وفين، ولقيت في حد بعت لي انا فعلا سمعت، مش هو سمع ازاي مع انها كانت حاجه يعني ومتضرب يعني من دماغي. كان في برضه موقف تاني، كان حاجه من الحاجات الصعبه جدا في التصوير، ان كان في مشهد المفروض في اتنين ماشيين بيعملوا زي لجان شعبيه، فبيبتدوا يصحوا الناس ويزعقوا بصوت عالي جدا. فالمشهد ده كان محتاج ان احنا نصوره بالليل في وقت يكون الشارع فيه فاضي خالص، بس في نفس الوقت ازاي الاتنين دول هيبقوا ماشيين في الشارع بالليل وينادوا بصوت عالي جدا ويقولوا الناس اصحى، الناس ممكن تصحى بجد. فدي كانت مشكله حاولنا نحلها، قلنا خلاص يعني هنعالجها بعد كده بشكل ما يعني. فابتدينا التصوير، شرحت لهم ان هم هيصوروا من غير ما يسجلوا صوت. فلما ابتدوا فعلا يعملوا كده، هم في الاول ممثلين ما كانوش فاهمين، لان هم اللي انا جبتهم ما كانوش ممثلين حقيقيين، يعني كانوا ناس بس هاويين الموضوع، ما فهموش تقريبا المسج بالظبط. فلقيتهم اول ما ابتدوا يزعقوا فعلا بصوت عالي، اصحى بصوت عالي بصوت عالي. فكانت هتسبب لنا مشكله كبيره، يعني الناس كانت هتبتدي تصحى بجد وتفهم ان في حاجه في مشكله بجد يعني. تراب فاست أريبيا ان جنرال يعني انا شايف ان هو فرق معايا كتير جدا. الفيلم ده فرق معايا كتير جدا وغير لي حياتي. انا من اكتر الناس يعني انا حابب جدا جدا الفيلم ومبسوط بيه جدا، مبسوط بالاكسبيرينس جدا، مبسوط بتراب فاست أريبيا جدا. انا اول فيلم مصارع اعمله، اول مهرجان اشترك فيه، ولكن هو حبيتني جدا في الموضوع وغالي فكرتي بصراحه عن الافلام اللي المفروض تقدم في مهرجان. لا خالص، مش لازم يكون في امكانيات او اي حاجه، بالعكس هي اهم حاجه الفكره. وتراب فاست أريبيا انا بجد مقتنع ان هم مش بس بيقولوا، بس هم فعلا بينفذوا ان هم عايزين يقفوا مع الشباب وعايزين يقفوا مع الناس اللي عندهم حاجه ونفسهم يعملوا حاجه، وبيساعدوهم بكل الامكانيات الممكنه. ويعني انا بقول للناس كلها تجرب، يعني لو حد حاسس انه عنده حاجه ممكن يعملها يجرب، مش هيخسر حاجه. ولو حصل مثلا زي مثلا معايا كسب او عمل فيلم مثلا ولقى مثلا ان الناس اتبسطت منه، بيلاقي لوحدها الدنيا بتمشي، الناس بتبتدي يعجبها الفيلم، في شيرز حصلت الحمد لله كتير جدا للفيلم، انترفيوز بتحصل كتير سواء في الجرايد في المجلات في التلفزيون، يعني بيبتدي الموضوع لوحده يوصل. يعني طالما انت عامل حاجه من قلبك وحاجه بسيطه وسهله بتوصل بس. فبدأوا الناس كلها ان هي تشترك يعني في تراب فاست أريبيا السنه الجايه ان شاء الله. شكرا.